فقيل سنة، وقيل تجب، وقيل لا وجوب لكن تندب. ما هو حكم العمرة؟ اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال ثلاثة ذكرها الشيخ هنا. قيل بأنها واجبة كالحج، وقيل بأنها سنة مرغب فيها، وقيل بأنها مندوب إليها. قد يسأل أحدكم ما الفرق بين القول بأنها سنة وبأنها مندوب؟ القول بأنها سنة أقوى في تأكيدها والترغيب فيها من القول بندبها. طيب، القائلون بالوجوب استدلوا بعدة أدلة، أقواها حديث أبي رزين العقيلي الصحابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يحج ويعتمر عن أبيه الكبير الذي لا يستطيع الحج والعمرة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. رواه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح. ووجه الدلالة منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بقوله حج عن أبيك واعتمر، فدل هذا على وجوب العمرة. وأجاب القائلون بعدم وجوبها بأن هذا ليس من باب الوجوب، وإنما من باب ترغيب الولد في الحج والاعتمار عن أبيه، لاتفاق الجميع على عدم وجوب حج الابن عن أبيه، فدل هذا على أن الحديث محمول على الترغيب، كما استدلوا بحديث السيدة عائشة الذي فيه هل على المرأة جهاد؟ قال: لا، وإنما هل على المرأة جهاد؟ قال: لا، وإنما حج وعمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل عليها؟ وعلى من صيغ الوجوب، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجيب عن هذا بأن هذه الرواية غير محفوظة، وإنما المحفوظ: أفلا نجاهد؟ قال: لا، وإنما أفضل الجهاد حج مبرور. وواضح أن هذا الحديث بهذا اللفظ ليس فيه إشارة إلى العمرة ولا إلى وجوبها. استدلوا أيضا بحديث عمر في قصة جبريل، الحديث المشهور عندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه سأله عن الإسلام، فذكر له: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر. ولكن أجيب عن هذا الحديث بمثل ما أجيب به عن حديث سيدة عائشة، بأن المحفوظ ذكر الحج دون العمرة كما هو في صحيح مسلم. كما استدلوا بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا: فالأمر بالإتمام يشمل الأمرين، يشمل الأمر بالإتيان بهما تامتين، ويشمل إتمامهما بعد الدخول فيهما، بعد الشروع فيهما.
وأيدوا بأن ابن عباس وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن فهم من الآية الكريمة وجوب الحج، وجوب العمرة، وهو من أصحاب اللسان الفصيح وأعلم بمقاصد التشريع. كما استدلوا أيضا بأن القول بوجوب العمرة هو المروي عن ستة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وجابر وابن مسعود وزيد بن ثابت، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. واضح؟ أما القائلون بعدم الوجوب فاستدلوا بعدة أحاديث كلها ضعيفة، في حديث الرجل الذي سأله عن العمر أواجبة هي؟ قال لا، وإن تعتمر خير لك. وحديث العمرة تطوع، وغيرها من الأحاديث، ولكنها ضعيفة الإسناد، لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلى الوجوب كثير من التابعين وكثير من أصحابنا، وهو قول الشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة القائلين بسنيتها وعدم وجوبها. ولا شك أن أدلة القائلين بالوجوب أقوى سنداً ودلالة، مع تأييدها بأنها قول ستة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف، كما ذكر ذلك ابن حزم في محله.